اتفضل شكرا. حضرتك شايفها؟ بس السلايد لسه ما نزلتش. اه نزلت كده تمام. تمام يا دكتور. هنبدأ ولا لسه في حد؟ بيتهيألي نبدأ. طيب كبر بس الصورة شوية. اي دكتور، على الحضور كويس، يعني حضرتك ممكن تبتدي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. معاكم دكتور إبراهيم مطاوع، أستاذ الأمراض الباطنة العامة، كلية طب حلوان. هكمل معاكم محاضرة تانية في الجي اي تي اللي هي تبع الكومن جي اي تي سيمتومز، وهنتكلم النهارده عن الكونستيبيشن والكرونيك دايريا. لما نيجي نتكلم على الكونستيبيشن زي ما احنا شايفين في الصوره، البنوته الصغيره اللي هي القاعدة في ستريننج وبين وكلها. فطبعا عشان كده الكونستيبيشن مهم، لان حتى عشان نوت ويست تايم. النهارده هنتكلم في الاجنده عن الفيسيولوجيكال اسبيكتس والباترنز اوف جي اي تي موتيليتي، وحاجه اسمها جي اي تي ترانزيت تايم. هنتكلم عن الميكانيزم اوف ديفيكيشن والكرايتيريا فور دياجنوزيس اوف كونستيبيشن and types of constipation, etiology of constipation، ايه اسبابه. وهنتكلم على الانفستيجيشنز نيديد لبعض الحالات واند التريتمنت سكيدول بتاع كل نوع. نيكست. لما نتكلم عن الفيسيولوجيكال اسبيكت، في حاجه اسمها نورمال باول موشنز، ودي بتختلف من شخص لشخص. فممكن شخص يبقى نورمالي 1 to 3 موشنز بير داي، وممكن توصل ل 1 موشن افري داي. يعني ممكن شخص النورم بتاعه 3 في اليوم، وممكن واحد مره كل يومين. عشان كده لما بنيجي نسال في شيت او حاجه البيشنت، بنقول انت النورمال هابتس بتاعتك ايه. عشان كده بقول تشينج اوف باول هابتس. إذا كون absorbs water and sodium، طبعا أساسا الووتر وقليل من الصوديوم، بيحصل الرايت والترانزفيرس كولوم بيشتغلوا كريزرفوار. عشان كده الليكويد اللي بينزل من الهيليوم بيقعد فيهم فترة أطول من الليفت كولوم. الليفت كولوم بروبالسيف شوية، السيجمويد اند ريكتام ريزرفوار بيخزنوا الستول علشان يبتدي بعد كده موضوع الديفيكيشن. نكست. الباترنز اوف موتيليتي ثلاث حاجات، في بريسلتيك ويفز اللي شرحناها قبل كده في الاسوفجاس، ودي بتبقى بروبالسيف عشان تطلع الحاجات من سيجمنت لسيجمنت. في الميكسنج موفمنت اللي هي بيسموها سيجمنتيشن، وفي التونيك كونتراكشن، ودي خاصه بالسفنكترز اللي هو بيفضل ان اتونيك كونتراكشن قافل وبيفتح وين نيدد او عند اللزوم. لما نيجي نتكلم على البريستالسيز، ادي البريستالسيز اللي هي الموجوده دي. لو بصينا للجزء اللي فوق بيحصل دي سيجمنت بيحصل فيها كونتراكشن، السيجمنت اللي بعدها على طول بيحصل فيها ريلاكسيشن، اللي هي فيها ينزل فيها الفود بولت بيحصل فيها ريلاكسيشن، وهكذا. بعد كده اللي ريلاكسد دي بيحصل فيها كونتراكشن. لو بصينا في الصوره اللي تحتها مقابل ليها مباشره، الحته اللي كانت كونتراكشن بقت اليوم عادي، والحته اللي كانت ريلاكسيشن بقت كونتراكتد، والحته اللي كانت اليوم العادي فوق بقت ريلاكسيشن. يبقى البريستاسيس عباره عن كوردينيتد كونتراكشن اند ريلاكسيشن. الكونتراكشن ده اللي بيحصل مع، احنا عارفين الماسل لاير بتبقى لونجيتيدونال وسيركولار، فبيحصل كونتراكشن في اللونجيتيدونال ماسل لاير علشان تو شورتن ذا تيوب اللي هو اليومن، وريلاكسيشن في السيركولار ماسل علشان تو اكوموديت
الفود بولس اللي موجودة. ودي بتحصل ان فيد ستيت لما يكون واحد واكل. نكست. الموفمنت التانية اللي هي السيجمنتيشن اللي هي بيسموها ميج موفمنت، وهذا برضو بالنسبة للصورة لو بصينا للصف اللي فوق هنلاقي في سيجمنت دايليتد جواها فود بولس وفي اسهم اوبوزيت تو ايتش اذر، يعني بيحصل فورورد وباكورد فورورد وباكورد. ده الغرض، كانه الغرض منه كانه بيعمل ميكسنج ف بيفاسيتي الابيثيليال سيلز، وبعد كده يحصل بقى البروبالشن بالبريستالتيك ويف اللي هي كانت من سيجمنت لسيجمنت. الصوره اللي تحت الحته اللي كانت رجعت طبيعي، والحته اللي كانت نورمال تيوب بقت ريلاكسيشن، يعني بقت كل شويه سيجمنت وتطلع للسيجمنت اللي بعدها وهكذا. ده بيسموه سيجمنتيشن او ميكسنج موفمنت، ودي عباره عن سايكل كونتراكشنز ان لوكال سيجمنتس فورسز ذا كايم الفود بولت باك اند فورس فور شورت ديستانسز لسيجمنتس عشان تدي ماكسيمال ابزوربشن اوف نيوتريانس باي ذا ابيثيليال سيلز اند ذا لايف في السمول انتستين، ودي بتحصل ان ذا فيد ستيت. نكست. في المايجريتنج موتور كومبلكس. ايه المايجريتنج موتور كومبلكس دي اللي بتحصل؟ دي سويبس ذا جي اي تي تراكت كلين ديورنج بيريودز اوف فاستنج، تعمل هاوس كيبنج بريفنتنج باكتيريال اوفر جروس ديو تو ستاجننت فود، يعني بعد عمليه الدايجيشن والابزوربشن كل الويست برودكتس الموجوده بيحصل مايجريتنج موتور كومبلكس، ودي بتبدا من الاستومك وتوصل لغاية اخر الاليوم وبعدين الكولون. دي هاوس بسموها هاوس كيبنج، يعني بالضبط زي الاوتيلات لما بعد العميل ما بيمشي بيدخل الهاوس كيبنج ينظف مكانه وبعد كده وبيخرج بره عشان استقبالا للعميل اللي بعده. نفس القصة ده بيحصل الهاوس كيبنج ده علشان الريزيديو اللي موجوده فيها ما حصلش عليها بكتيريا الاوفر جروس وتبقى هارمفول، وفي نفس الوقت بيبريبير للايه للفود ميل اللي بعدها. دي يوجوال اوريجينيت ان ذا ستومك وبعدين باس داون مور باورفول ات تيرمينال ايليم، يعني ماشيه بسرعه عاديه لكن عدى التيرمينال ايليم زي ما تقول ايه الهاوس كيبر لم كل الحاجات في مره واحده مع بعض، راح رماهم مره واحده بره الايه الاوتيل او وداهم بعيد. فعشان كده عدتنا اليوم عشان يخلص كله الويست برودكتس يبقى مكانها مش السمول انتستين يبقى اللارج انتستين الكولون. دي بتبقى انيشيتد باي هرمون اسمه موتيلين، وده بيبقى سكريتد من الاستومك ان ذا امتي ستيت. عشان كده بيقول في الفاستنج ستيت مايجريتنج موتور كومبلكس. لما نيجي نتكلم عن سمول انتستينال موفمنتس في الفاستنج ستيت وفي البوست براند ستيت، الفاستنج بيبقى مايجريتنج موتور كومبلكس اللي هي الكليننج دي. البوست برانديال ستيت بيبقى سيجمنتال كونتراكشن اللي احنا شفناها دي عشان يحصل كومبليت ابزوربشن للنيوتريانتس. الكولرنت موفمنت بيحصل اللي هي السيجمنتيشن برضو اللي احنا شفناها، بيحصل ميكسنج وريتينشن اوف ريزيديو اند فورميشن اوف سوليد ستول في الفاستنج ستيب. ده برضو عشان يبتدي يحصل ابزوربشن للووتر من الريمننس اللي موجود فيه عند الفورم بتاع الستول كونسيستنسي اللي هو بيطلع في النهايه. بيحصل حاجة تاني اسمها الماس موفمنتس، والماس موفمنتس دي عبارة عن waves of contraction propel semi-solid feces into the rectum، يعني تاخد الكولون من أوله لغاية ما توديه لغاية الرectum and in the canal علشان يبقى ايه excreted outside. ودي بتحصل في حوالي مرات في اليوم، والثلاث مرات اساسا اللي هم بوست برانديلي بعد الفطار بعد الغداء
بعد العشاء، وفي واحدة تاني بتبقى in the early morning من الساعة 6 لغاية الساعة 2. يعني طب على حسب ما كل واحد بيصحى الساعة كام، فهي دي مهمة نعرفها عشان ايه؟ عشان احنا دي تبقى تفيدنا لما نيجي المريض عنده constipation، وعشان نعمل له regulation للباول habits بتاعته، ويستفيد من الماس movements دي اللي هي عشان تعمل excretion للستول. فبنقول له مثلا يدخل التواليت بعد ما يفطر الصبح بربع ساعة. ليه؟ لأن الصبح early morning ادي ماس movement واحدة، وبعد الفطار واحدة تاني، يبقى اتنين مع بعض فيعملوا augmentation لبعض، فتبقى الكونتراكشن سهل، يبقى بعد كده يحصل ال evacuation. next. في حاجة اسمها GIT transit time. الترانزيت تايم اللي هو الوقت المستغرق ما بين الماوس لغايه السيتم، يعني بياخد وقت قد ايه لما واحد ياكل اكل، ياكل الاكل ده بيستغرق وقت قد ايه من الماوس لغايه ما يبقى فيسز فيما بعد. طبعا اللي هو الجزء اللي موجود التايم ده تايم فاكتور، زي مثلا نقول واحد مسافر بره، يقول ده مسافر امريكا عنده ترانزيت في انجلترا 6 ساعات 8 ساعات ساعتين، او ده اسمه الوقت اللي هو الستينج اللي موجود، عشان كده ايه بيسموه ترانزيت تايم. الماوس تو سيكم ترانزيت تايم، يعني الحاجه الاكل اللي بتاكله عشان يوصل لغايه السيكم بياخد 6 ساعات. بعد كده في الكولون بياخد وقت اطول عشان يحصل اللي هو الويل فورمد ستول، فالكرونيك ترانزيت تايم بيبقى حوالي 36 ساعة، ويبقى في الفيميلز اكتر من الميلز، عشان كده الفيميلز بيعانوا اكتر من الكونستيبيوشن عن الميلز. يعني حسبنا الترانزيت تايم فروم ذا ماوس تو انس يبقى حوالي 42 ساعة، طبعا بيزيد شوية او يعني كده مفيش مشكلة على الموفمنت اوف كرونيك كونتنت از ستيمولييتد باي فيدنج. اللي بيعمل ستيموليشن كرونيك كونتنت الموفمنت بتاعتها الاكل. اول ما بتاكل بيبتدي يحصل حاجه اسمها الجاسترو كولونيك ريسبونس، يعني بتاكل من هنا بتدي الموفمنت اللي في الكولون تبدا. عشان كده في بعض الناس بيعتقدوا ان هو بيقول لك انا باكل من هنا بدخل حمام من هنا، بيعتقد ان عنده دايريه، لا، او بيعتقد يقول لك ان انا ما بستفيدش من الاكل اللي باكل بدخل الحمام على طول. فطبعا دي اللي هي جاستروكولونيك ريسبونس. اللي بيقلل الترانزيت تايم اللي بيقلل في الانكريز دايت فايبر واند فلويدز، دول بيعملوا حاجه اسمها بلك. فده البلك بيعمل بلك موفمنت، فبيقلل المين كولونيك ترانزيت تايم. يعني بدل ما مثلا واحد 42 ساعة ممكن تبقى مثلا 40 ساعة 38 ساعة. ليه؟ لأن الفايبرز دي والفلويدز بتعمل حاجة زي بلك، حاجة كده بلك، فبتساعد الموتيليتي، وده بالتالي يؤدي إلى انكريز ستول فريكونسي اند ستول كونسيستنسي بيكامز سوفتر. دي هي الحاجات اللي هي الأجينست الكونستيبيشن. يعني عشان كده هنعرف فيما بعد إن إحنا بننصح البيشنت انهم يزودوا في الاكل بتاعهم اللي يكون فيه فايبرز ويكون فيه كميه فلويدز كتيره عشان نعالج الكونستيبيشن. في المقابل الديكريز دي كالوري انتيك سلوز كولونيك ترانزيت. الناس اللي بتعمل ريجيم طبعا يعاني من الكونستيبيشن لان ما بياكلش، فما حصلش جاسترو كولونيك ريسبونس، وفي نفس الوقت هو اصلا ما بياكلش حاجات ممكن يكون فيها فايبرز، فيبتدي يحصل له الايه؟ الكونستيبيشن. نكست. لما نيجي نتكلم عن ميكانيزم اوف ديفيكيشن، ودي مهمه عشان نعرف بعض انواع الكونستيبيشن. الديفيكيشن عبارة عن سنسوري نيرز في الريكتم، يعني الريكتم اول ما يتملي بالستول بيحصل له ديستنشن، فبيستيموليت سنسوري نيرز من الريكتم بتروح على السباينال كورد
تدي مسج للسباينال كورد ان في فولنس في الريكتم محتاجين ايفاكويشن. السباينال كورد بيبعت امبلس عن طريق الموتور نيرف للانترنال سفنكتر. والانترنال يعني السباينال كورد بيتحكم في الانترنال سفنكتر. احنا عندنا الانال سفنكتر اتنين، انترنال واكسترنال. احنا دلوقتي بنتكلم على الانترنال، ودي بيسموها لوكال ريفلكس ديستنشال كولوم سنسوري نيرف للسباينال كورد، يبعت موتور امبلس داي تو دايليت ذا انترنال سفنكتر. هيبقى فاضل الاكسترنال سفنكتر. الميكانيزم بتاعه السباينال كورد دي ان فولانتري، يعني مش بكيف الواحد، دي بتحصل ان فولانتري. طيب الاكسترنال سفنكتر تفاضل الاكسترنال سفنكتر انه يفتح البوابه الثانيه عشان تباص. دي بقى بتبقى فولانتري، دي اللي بيتحكم فيها البرين. نيرف مسجز ماست باس تو ذا برين تو ريكويست بيرميشن تو اوبن ذا اكسترنال انال سفنكتر وين اكسبتابل. يعني ايه؟ يعني لو انت في بيتك وعندك الديزاير وجالك كده وحصل ريفلكس، انت بتدخل الحمام بتدي اشاره للبرين انا مستعد ان انا اعمل ديفيكيشن، فيبتدي البرين يبعت اشاره للاكسترنال سفنكتر. يبقى انت ده فولانتر اهو اكسترنال سفنكتر انه يريلاكس فتعمل موضوع الايه الديفيكيشن. لكن لو انت مثلا في حته زي في الشارع او في الكليه او غيره ومعندكش يعني ما تقدرش تدخل حمام ومش لاقي حمام، هنا البرين بيبعت انهبيتوري امبلس بحيث للاكسترنال سفنكتر، بحيث ان هو يفضل كونتراكتد عشان ما يحصلش انكونتيننس، يعني عشان يفضل كونتراكتد ويحافظ على السفنكتر مقفول لغايه ما تبقى الايه السيركمستانسز متاحه كده. نكست. ادي لو بصينا على الصورتين دول، الصوره اللي على الشمال اتريست والصوره على اليمين ادفيكيشن. لو لاحظنا على الشمال هنبص نلاقي ده الريكتم اللي بتشاور عليه الدكتوره شيماء، وبعد كده ننزل عند الانال كانال تحت. واحنا نازلين في انجل، ايوه هنا الانجل اللي هي بتباص دي، ايوه الانجل دي شايفين هنا في انجل، وفي المسلز اللي زي الكور دول اللي فوق دول ايوه دي دول الانترنال سفنكتر، اللي تحتهم الاكسترنال سفنكتر. الانال سفنكتر عباره عن مسل بتوصل ما بين الريكتم والسيمفيس بيوبس اللي هي بالعرض دي، ايوه دي ده السيمفيس بيوبس اللي هو قدام خالص. وعشان كده المصل اسمها ايه من سيمفيس بيوبس وريكتر، اسمها بيوبو ريكتاليس مصل. بيوبو ريكتاليس مصل دي عباره عن زي ما يكون في الريكتم نادر وانت محوطه بمصل كده، بحيث انها دي مشدوده كونتراكتنج على طول. لما قلنا ده سفنكتر يبقى تونيك كونتراكشن مقفول. فاحنا تبص تلاقي ان دي انتونيك كونتراكشن، والانجل دي معموله بحيث ان هو ما بيسهلش باسج اوف ذا ستول، لان في انجل الستول عشان يعدي لازم يعمل الانجل دي، فده في الريستنج ستيج. لما يحصل في الديفيكيشن بيحصل ايه زي ما قلنا ريلاكسيشن اوف انترنال سفنكتر. فلما يحصل ريلاكسيشن شوف خفت الشده اللي على الكولون، فاصبح الكولون الريكتم من فوق لغايه والانال كانال ستريت لاين. ايوه ستريت لاين مفيش فيسهل باسج ذا رول مع ريلاكسيشن اوف ذا اكسترنال سفنكتر، فيبتدي يحصل الايه الديفيكيشن. ادي في برضو دي اللي هي برضو من ضمن الشمال واليمين. الشمال البوزيشن في الديفيكيشن، لو تشوف كده ان في مرسوم طبعا الرسمه الداخليه وفي الرسمه الخارجيه، واحد قاعد على قاعده الحمام تمام،
وهو قاعد كده في الانجل اللي هي بالازرق دي، في انجل اهي بالازرق، ايوه ادي في انجل. الناحية الصورة اليمين برضو قاعد على الحمام، بس مش قاعد على قاعدة الحمام، في سكواتنج بوزيشن. السكواتنج بوزيشن شايفين الانجل اللي هي برضو اللي بالازرق بقى شكلها، بقى شكلها ستريت، يعني خدنا اللاين ايوه الطويل ده مش القوس، لا اللاين الطويل ده بقت الانجل ستريت اهو، بس ايوه كده بقى ستريت. طبعا ده عشان كده السكواتنج بوزيشن، لانه بنصح برضو المريض اللي عنده كونستيبيشن يبقى في السكواتنج بوزيشن. ده بيتوفر ايه؟ ده بيتوفر في الحمام البلدي، لو تعرفوه طبعا الحمام البلدي، قاعدة الحمام البلدي، انك تقعد في الحمام البلدي هي دي السكواتنج بوزيشن، دي اللي بتسهل موضوع الديفيكيشن اكتر من الحمام العادي. دي نصايح عشان تديها العيان اللي عنده كونستيبيشن. نيكست. طيب امتى اقول ده عنده كونستيبيشن؟ هل هو بالفريكوانسي اللي زي ما قلنا من مره لثلاث مرات في اليوم، لمره الى لكل يومين؟ في عملوا كرايتيريا روم 4 كرايتيريا، دي تقريبا دي اخر حاجه، كان في روم 1 و 2 و 3 وادي دي 4. بتقول ايه؟ at least two of the following symptoms over the preceding three months، في خلال الثلاث الشهور اللي فاتوا واحده اثنين من اللي موجودين. دايما الفريكوانسي اقل من 3 spontaneous bowel movements per week، اقل من 3 في الايه؟ في الاسبوع. يا اما من الخمسه الباقيين 25% بتحصل من دول، يعني ايه الاسترينج 25% في كل الاوقات اللي بيدخل منها الحمام 25% فيهم فيها استرينج، او بيكون هارد ستول او لامبي او سنسيشن اوف انوريكتال اوبستراكشن اور بلوكج، يحس ان في حاجه قافله تحت ما فيش حاجه ما يصرفش. سنسيشن اوف انكمبليت ديفيكيشن، وبعد يدخل الحمام تاني بعد ما خرج عشان يخرج اللي موجود عنده. في بعض الاحوال السيفير بيعمل مانوال مانوفرنج ريكوايرد تو ديفيكيت، يعني بيدخل صباعه وبيعمل مانوال ايفاكيويشن. اهم حاجه في الكرايتيريا دي بيشترطوا نو كرايتيريا اوف اي بي اس ريتابل باول سندروم. يعني ليه؟ مع في ريتابل باول سندروم زي ما خدتوه او هتاخدوه بيبقى في من ضمن انواع ريتابل باول سندروم كونستيبيشن او دايريا. فالاي بي اس كونستيبيشن، هنفرق الكونستيبيشن بتاعه عن السمبل كونستيبيشن اللي احنا بنتكلم عليه ده، لان ايه؟ ان الاي بي اس بمعاه ابدومينال بين. وبعدين غير لوز ستول الا اذا كان حصل انفكشن او خد لاكسيتيفز. نيكست. عملوا برضو تشارت بيسموه بريستول ستول تشارت، بيبين شكل الستول في الكونستيبيشن وفي النورمال ومع الدايريا. اول واحد بيبقى زيرو كونستيبيتد، شكل الستول بتاعه اهو سيبريت هارد لامبس. تاني واحد بيبقى لامبي اند سوسج لايك، وده كونستيبيت. ثلاثة واربعة ده نورمال شيب اوف ستول، ستة وسبعة ده دايرية، ستة وسبعة دايرية، وخمسة ترانزيت ما بين النورمال وما بين الدايرية. برضو بنفس البريستول ستول تشارت، يمكن اوضح شكل الستول اهو، فوق تايب 1 وبعد 2 و3 و4 و5 و6 و7. نيكست. ايه الاسوشيتد سيمتومز مع الكونستيبيشن؟ بيبقى هيديك، ماليز، نوزيا، باد تيست، ابدومينال بلوتنج وديسكمفورت طبعا مع التول ترابنج، وما فيش موفمنت فيه او موجود في فتره طويله ممكن يحصل بكتيريا الجروس وتدي جاسس او الكولستيزي. لوكال اند بيري انال بين، ده ممكن يحصل على اساس لو في حصل مثلا مع الكونستيبيشن فيشر فبيعمل بين ديورنج ديفيكيشن. نيكست.
لما نيجي نتكلم عن etiology of constipation بنقول يا إما primary يا secondary. primary بيسموه idiopathic أو functional, والsecondary secondary secondary cause. نتكلم على secondary الأول. next. السكندري بيبقى نتيجة سكندري تو دايت, يا إما حاجة قليلة فيه زي الووتر انتيك وديكريز دي فايبر زي ما قلنا قبل كده, ودول طبعا الاثنين دول زي ما قلنا هما دول اللي بيحسنوا الموتيليتي, فدول قلتهم هيقللوا الموتيليتي. أو انكريز دي سبستانسز أو زي الانكريز دي كوفي والتي والألكوهول, الثلاثة دول ممكن يزودوا أو يعملوا كونستيبيشن. lack of exercise طبعا المفروض يكون واحد فيه يكون فيه الاكسرسايز ده بيحسن كل البلاد سبلاي بتاع كل الجسم بما فيهم الجي اي تي, وفي بيقول زي ما بيقولوا في الحركه بركه. وده طبعا بتلاقي الناس اللي هم بيسموهم سيدنتري لايف اللي هم ما بيشتغلوش قاعدين على مكاتب وما بيتحركوش يبقى عندهم باستمرار كونستيبيشن. جينيتال كوز زي الهيرش سبرانج ديزيز اللي خدتوه في الاطفال, او دراجز زي النركوتكس والانتي كولينرجكس. الايرن بريباريشن طبعا مشهور جدا الناس بتاخد ايرن بيجي لها كونستيبيشن, والانتي ديبريسنت والكالسيوم شانل بلوكرز بتقلل الموتيليتي, الانتاسيد الكونتينج الومنيوم هيدروكسيد. في اندوكراينال كوز زي الدايبيتس بيعمل اوتونوميك نيوروباثي, فبالذات هيبتدي يحصل هايبوموتيليتي. الهايبوثايروديزم برضو بيحصل هايبوموتيليتي في الانتستين. الهايبربارا ثايروديزم او الحاجات اللي بتعمل انكريز لكالسيوم دي طبعا برضو بتعمل كونستيبيشن. وما يجيش في ذهنك ان الكالسيوم زيادة الكالسيوم يعمل دايريا, لا ده العكس. تخيلها بمثلا بالناس اللي بيجيلهم تيتن من الهايبوكالسيميا بيحصل ايه من الهايبوكالسيما؟ الريتيشن للمسلز ويبتدي يحصل تويتشز. فكذلك يبقى العكس في الهايبركالسيما يبقى هيبقى ويك, ما فيش موتيليتي بالنسبه للايه الكرونيك مسل. او في حالات الهايبوكاليميا وده بيخلي برضو الابدومن ريدندنت, او يحصل ريفلكس تو بين زي الانال فيشر. طبعا العيان اللي عنده انال فيشر بيحصل له بين, فبيخاف يدخل الحمام فريكوينتلي فبيأجل الموضوع كل فتره عشان تبقى بين مره في الاسبوع احسن من كل يوم بين, فيحصل ريفلكس تو بين يحصل كونستيبيشن. نيكست. البرايمري بقى اللي هو الايديوباثيك او الفانكشنال دول بيقسموهم لثلاث حاجات, والرابع بيبقى ميكسد ما بين واحد والتاني. نورمال ترانزيت كونستيبيشن, احنا قلنا الترانزيت اللي هو الوقت المستغرق من الماوس لغاية الانس, احنا قلنا 6 و36 ادي 42 ساعة. ونتكلم هنا على الترانزيت في الكورن اللي هو 36 ساعة, فده نورمال ترانزيت كونستيبيشن. النوع التاني سلو ترانزيت كونستيبيشن. سلو نركز كلمة سلو ترانزيت مش شورت ترانزيت, سلو ترانزيت يعني الوقت هيبقى مستغرق هيبقى اطول. نمرة ثلاثة في due to defect او pelvic floor muscle dysfunction. يعني بيحصل pelvic floor او بيسموه pelvic floor dyssynergia, ما بيحصلش synergism في الميكانيزم of defecation احنا اتكلمنا عليها, فبيحصل بناء على constipation نعرفها بالتفصيل او mixed etiology. next. النورمال ترانزيت ده موست كومن في البرايمري, وده بيبقى في حوالي 60% من الناس. ده بيحصل استول ترافيرس النورمال ريت. نورمال ريت يعني هو بيدخل مثلا مره كل يوم او مرتين كل يوم, برضه هيبقى هيدخل برضه مرتين في اليوم. طيب يبقى كونسبشن ازاي؟ لا, لان بقى الكرايتيريا اللي هي في الروم كرايتيريا اللي هي الديفيكالت ايفاكيويشن والهارد ستول موجودين معاه, يبقى هو بيدخل الحمام في النورمال ريت بتاعه ولكن في معاناه في الايفاكيويشن وكذلك هارد ستول وبيعمل ستريمينج. بي اوفرلاب وذ الاي بي اس كونستيبيشن.
ويوزوال هاف سايكولوجيكال ديستريس. نيكست. سلو ترانزيت ده بيحصل في 15%، وده سلو ترانزيت يعني الفتره تطول، بدل ما كان بيدخل مرتين في اليوم بيدخل موسكو مره كل يومين. ان فريكوينت باول موفمنتس اقل من واحده في الاسبوع. ديلايد امبتينج اوف بروكسيمال كولون، وده بيبقى نتيجه ايه؟ فيلير اوف ميل ستيميليتد كرونيك موتيليتي، بيبقى نتيجه ويكنس او بيسموها هايبو موتيليتي. فده بيحصل ديسفانكشن اوف كرونيك سموث ماسل اكتيفيتي بيؤدي الى هايبو موتيليتي، سبيشالي سيجمنتال او الفيزيك كونتراكشن اللي احنا شرحناها، او ديكريز في النيورو ترانسميتر. من الاشهر نيورو ترانسميتر اللي بيحسن الكرونيك موتيليتي السيروتونين. فهنا لقوا ان العيانين اللي عندهم كونسبشن بيبقى فيه الليفل اوف سيروتونين، انتستامل سيروتونين بيبقى قليل، عشان كده بيحصل هايبو موتيليتي. بمعاه ابدومينال بلوتينج وبالبابل سبول ستول ان ذا سيجمويد، وده ممكن تحسه ابدومينال، انك تحس السيجمويد زي ما يكون كورد لايك تحت ايدك، وده كلينيكال، وتعرفوها طبعا في الكلينيكال من ضمن الحاجات النورمالي بالبابل في الابدومين. نيكست. البلفيك فلور ديسفانكشن او بيسموها الديفيكاتوري ديس اوردرز او الديس سينرجيا، ده بيحصل برونجد اند اكسسيف ستريننج للستول ترافيرسز الكولون نورمالي لغايه ما وصل عند البلفيك فلور، عند الريكتم، وعند الانال كانال، الانال سفنكتر والكلام ده كله، لكن خزن في الحته دي. عشان كده بيلفيك فلور ديسينيرجيا. ليه ديسينيرجيا؟ لان طبعا بيحصل سنس اوف انكمبليت ايفاكيويشن، وبيعمل في غالبا بيرسي على ديجيتال ايفاكيويشن مع ستريننج. ادي دي كرايتيريا اهي للايه؟ للوصول للديفينيشن اوف ذا كونستيبيشن. هنا الديسينيرجيا يعني احنا قلنا نورمالي بيحصل ريلاكسيشن للانال سفنكتر الانترنال واكسترنال، هنا بيحصل بارادوكسيكال العكس، بيحصل كونتراكشن للبلفيك فلور اكسترنال اند انال اكسترنال انال سفنكتر ديورنج ستريننج. يعني اللي هو كل ما بيعمل سترين كل ما الاكسترنال انال سفنكتر يقفل، فطبعا مش هيعدي الستول. بيحصل معاه accompanied by anterior rectocele وريكتال برولابس ويكنس اوف ريكتو فاجينال سيبتم اند ستول ترابنج، وهنشوف الصور بتاعتهم. نيكست. ادي الريكتوسيل، لو شايفين الصوره ده اليوترس وبعدين الفاجينا، في الباك بقى ده الريكتم، في الباك الريكتم، ونازل طالع في ريكتوسيل قدام ناحيه الايه الفاجينال سيبتم، فاصبح الستول بدل ما بينزل في المصر بتاع الانال كانال لتحت بيروح ناحيه الريكتوسيل ده ويبقى موجود، فيبقى ترابنج، يبقى في ستول تراب دي موجود في البلفيك، فيبتدي يحصل بعض الاحساس بان مفيش ايفاكيويشن، والعيان يحس ان الستول ما نزلش. فده بيحصل مع المعده اللي موجود. نيكست. الكومبليكيشنز اوف كونستيبيشن، ممكن يحصل فشل زي ما قلنا، هيمورويدز، ودي يحصل منها بليدنج او ثرومبوزز، ريكتال ألسريشن، ولما بيحصل منها بيسموها سوليتري ريكتال ألسر، ودي بقى علاج الكونستيبيشن. فيكال امباكشن، وممكن يدي باول اوبستراكشن، ممكن يحصل فولفلس ريكتال برولابس يورينري ريتينشن وسمكو. في alarming features مع الكونستيبيشن اللي هو الكونستيبيشن مع سواء البرايمري او معظم السكندري. انا بس بخاف من alarming symptoms لما يكون واحد عنده، لو حصل بليدنج والبيشنت ما عندوش لا فيشر ولا بايلز هيمورويدز، بخاف مع الويت لوس بالذات لو النيو اونست اكتر من 50 years age،
بخاف ليكون في سكندري كوز اللي هو مالجنسي، او لو حصل عيان جالك بانيميا، فممكن عيان عنده كونستيبيشن وانيميا يبقى افكر برضه يكون في مالجنسي، او لو عمل اوبستراكتيف سيمتوم. دي البليمنج والويت لوس والنيو اونست والانيميا والاوبستراكتيف سيمتوم دي تلفت النظر يكون سكندري كوز اللي هو تيومر او مالجنس كانسر كولون او كانسر ريكت. نيكست. الانفستيجيشن بعمل ستول اكزامينشن، بشوف الستول كلر والبلد واذا كان فيه اوبفيوس بلد، او في بعض الحالات ان انا بعمل لو في عنديان كونستيبيتنج وانيما ومفيش اوبفيوس بلد بعمل تيست اسمه اوكل بلد في الستول. البي بير ريكتال اكزامينشن عشان لما بدخل صباعي في الريكتم بشوف احس اذا كان في باس، او صباعي وانا خارج الاقي عليه coated with blood، وبرضه في نفس الوقت بشوف التون اوف ذا anal sphincter والبرينيال ماسل كونتراكشنز اخبارها ايه. البلين اكس راي ابدومن عشان تبين لي بعض الحاجات بتاعه انتستينال اوبستراكشن، والاقي مالتيبل فلويد ليفلز. بيريم انيما هتبين لي لو في ستريكشر زي الهيرش سبرونج او ماس مالجن او دايفيرتيكولوزيس. الكولونوسكو بيبقى زي البريم، بس طبعا بيبقى فيه ميزة لما بعمل كولمنظار ان انا لو لقيت ناس ممكن اخد منها بايوبسي. مانومتري احيانا عشان يشوف لي الانوريكتال بريشر، بشوف البريشر انوريكتال بريشر والسفينتر ريلاكسيشن بيحصل ريلاكسيشن ولا لا. اللي بعد كده مهمه اللي هي الديفيكوجرافي والام ار ديفيكوجرافي ماجنتيك ريزونانت ديفيكوجرافي، ودي هنشرح الديفيكوجرافي في الصور اللي جايه. دي بعملها للبلفيك فلور ماسل ديسفانكشن. هي باختصار كده ان انا بحقن باريام بيست عجين الباريام بنفس تقريبا القوام بتاع الاستول، بحقنها في الريكتم واخلي العيان يدخل الحمام ويعمل ديفيكيشن واصوره بالباريم، واشوف الباريم بينزل ولا ما بينزلش، بيحصل له ترابنج ولا لا، الموفمنت السفنكتر حصل فيه ايه وهكذا. ده الديفيكوجرافي. الماركر ستادي ان انا بخلي العيان يبلع ايزوتوبيك ماركر، فهو وبعد بعمل له تريسنج بشوفه من ساعه ما بلعه اليوم الفلاني الساعة كذا، وكل يوم اعمل تريسنج اشوف الماركرز دي وقتها اتلغت فين. ده بيبقى عندي الترانزيت تايم في كل البودي. لو نتكلم على الكولون ببتدي اشوف الماركر ستادي ده هل ترابت في حتة معينة ولا متوزع كله، بس برضو حصل ديلي في الاكسكريشن بتاعته، هنشوف صور ليها. طيب البالون اكسبالشن تيست برضو هنشوف صورة ليها، وهي عبارة ان انا بدخل بالونة في الريكتم وبنفخها بنفخة معينة بكمية اير معينة، وخلي العيان يدخل الحمام يعمل كأنه بيعمل ديفيكيشن، وشوف لو حصل اكسبالشن للبالون دي بالبلفيك فلور كويسة، الباور بتاعتها كويسة. لو نان اكسبالشن يبقى هنا بلفيك فلور ماسل ديسفانكشن. Next. ادي شيدز اوف ستولز او اشكال الستول. البراون ده نورمال شيب ستول بيبقى لونه براون، يمكن عشان كده انا عامل لكم السلايدز النهارده باللون اقرب للموضوع نفسه. يعني الجرين بيبقى لون بيبقى غالبا الستول واحد واكل حاجات فيها جرين فايبرز ملوخيه على سبانخ الكلام ده كله. اليلو اللي هو بيبقى لونه اصفر بالمنظر ده وجريزي شويه يبقى مع المال ابزوربشن سندروم. الريد اللي تحت اليلو ده على طول ده بفكر في البليدنج بالريكتم او الهيماتوكيزيا بلاد موجود. بعد كده التحت في النص اللي هو اللايت كالرد ستول او بيسموه كلاي كالرد ستول، ده مع بعض الحالات او مع بعض بيبقى سببه اوبستراكتيف جوندس.
والباين ما بينزلش لا في اوبستراكشن اللي بيدي النورمال كلر فيدي الكلين كلر للستول واللي معاه دارك يورين. البلاك اللي هو بنسميه في حاجات ديزيز زي الميلينا او اكسكريشن اوف سم دراجز زي ما قلنا الايرن بريبريشن. الناس بتاخد ايرن ممكن الستول بتاعها يبقى بلاك او الناس بتاخد زي بيزمس. نيكست ادي الماركر ستادي. لو العيان ده عنده كونستيبيشن وعملنا له الماركر ستادي في الصوره اللي على الشمال احنا شايفين النقط دي اللي هي الماركرز اللي هي اللي موجوده دي اللي الصوره اللي على الشمال. الصوره اللي على الشمال يا شيخ ايوه دي. ده عنده امساك. سبب الامساك ايه؟ هنقول ما دام المار الايزوتوبيك مارت دي اللي موجوده متوزعه على كل الكولوم وعنده امساك يبقى غالبا هنا في هايبوموتيليتي بان هايبوموتيليتي في كل الكولوم كله. اللي على اليمين الصوره اللي على اليمين هنلاقي برضو لو ده عيان عنده امساك وديلايد تايم هنبص نلاقي المارك توزع كله في البلفس. يبقى هنا افكر في بلفيك فلور كولكشن او بلفيك فلور ماسل ديسينرجيا. كل المارك مش في الكولوم كله بنفس التايم بتاعه العادي لكن جه في الحته دي ووقف. او طبعا لو في اوبستراكتنج ليجن كانسر كولون او ما شابه او كانسر ركتم او ما شابه. نيكست برضو قبل ما انسى الماركر ستادي ده بدا يعملوه دلوقتي ببلاستيك بدل ما ماركر ويعني بدا بايزوتوبس وبتاع الكلام ده بدا بحاجات ايه مارك بلاستيك مارك. نيكست دي البالون اكسبرشن تيست اديكم شايفين ادي الركتم فيه بعد البالون ده ايوه كده عادي البالونه الزرقاء دي منفوخه من بره التيوب اللي طالعه من بره الركتم ايوه دي بتتنفخ بهواء معين وادي العيان بيدخل على الحمام ويعمل اكسبرشن وتشاف. لو الاكسبرشن تايم اكتر من 2 مينتس از كونسيدرد ابنورمال. نيكست ده الديفيكوجرافي اهو ادي البيريان بيست اللي هي محطوطه اهي وبيخلوا العيان يصوروه وهو بيعمل ديفيكيشن ويشوف البيريان بينزل بيفاكيويت ولا لا وايه المشكله اثناء في السفنكتر اثناء الديفيكيشن بيسموها الديفيكوجرافي. نيكست تمام عشان دلوقتي بداوا بلاش الايزوتوب ستادي والكلام ده كله بقى عملوا حاجه في حاجه ريسنت اسمها وايرلس موتيلتي كبسول تيست. دي عباره عن كبسوله الواحد بيبلعها وتبتدي وليها بتمجر البي اتش والتمبرشر والبريشر فدي بيبلعها بيبتدي بقى ويعملوها ويشوفها توصل لغايه تبقى اكسكريتد امتى. الكبسوله دي طبعا بتمر على مثلا الاستومك فالبي اتش تبقى اسيدك بعد بتنزل الديودينم او البتستن بتتخلط بالالكالاين ميديا بتاعه البنكرياس والبايل فبيحصل التشنج دي بيعرفوا يحددوا انها كان قعدت من في الاسيدك ميديوم ده قد ايه يبقى ده الترانزيت بتاع الاستومك وبعد قعدت الالكاليتي بتاع السمول انتستين قد ايه يبقى ده بتاعها وبعد بتنزل في الاستول قد ايه يبقى ايه ده الترانزيت بتاع الكول. نيكست نقول تريتمنت اوف كونستيبيشن. اولا تريتمنت اوف ذا كوز هاي فايبر دايت طبعا مهمه وانكريز ذا فلويد انتيك زي ما قلنا عشان تعمل البلك المفروضه انها عشان تو بي بروبالسد. بندي اللاكساتيفز انواع اللاكساتيف في بالك فورمنج زي البران الرده. بندي فايبرز ومثال سيلولوز برضو عباره عن دي فايبرز. في اوزموتيك لاكساتيفز زي اللاكتيلوز والمغنيزيوم سلفيت دي عباره عن مولوكيول كبير من لاكتوز مولوكيول كبير فبيبتدي ما بيحصلوش لا دايجيشن ولا ابزوربشن ويبتدي يسحب ميه كمان معاه فيتكون كانه بلق فيعمل لاكسيشن.
زي اللاكتيروز زي ما قلنا. في التالت ستيمولانت ده بيستيموليت الموتيليتي والسكريشن اوف ذا كولون زي الفينول في السلاين. في سبوزيتوري زي الجليسرين، والجليسرين ده بيستخدم لما يحس العيان لما يكون عنده الستول موجود في الريكتم ومش قادر يعمل له ايفاكيويشن، فهو ايرتنت بيخلي الريكتم وول ايرتنت فيكسبال الستول، وفي نفس الوقت لوبريكانت فيبقى سهل الاكسبالشن بتاع الستول. الانما احيانا بنستخدم في بعض النيروجيكال ديس اوردرز وفي الالدرلي، ودي بتبقى بهايبرتونيك فوسفيت. نكست. ادي اللايف، بنعمل لايف ستايل موديفيكيشن زي ما احنا شايفين الصور كده، في دوره فيه ميه يبقى كميه فلوز كتيره. تاني حاجه على الشمال خالص في اكل تفاح وارنبيط، يعني في فايبرز، يبقى دول اساس الاثنين الفايبرز، فايبر دايت مع الووتر. في بعد كده في النص نوع من يكون في رياضه ومشي وسباحه، يعني ايه الرياضه دي عشان تحسن البلد سبلاي. وفي الفنجان قهوه او شاي مشطوب عليه، وكذلك الكحول، يبقى دي تو افويد. وفي الاثنين واقفين في النص، يعني كده برضو من ضمن الانستراكشن منين ما يجي لك الديزاير، العيان عنده كونستيبيشن منين ما يجي لك الديزاير اوف ديفيكيشن، ادخل الحمام اقرب حمام واتحمل، مش لازم تدخل في بيتك، عشان لو ما دخلتش وبيحصل الفاسيلتاتوري امبلس اللي بتاعت البرين وانت قفلتها هيبتدي ستول يبقى تراب، وعلى ما تجيلك موتور كومبلكس ميجر موتور كومبلكس تاني تعمل ايفاكويشن يكون الستول بقى تراب، خد وقت اطول، حصل ووتر ابزوربشن بقى الستول مور هارد، فيبقى ديفيكالت تو ديفيكيت افتر ذات. نكست. بندي برو كاينيتكس اللي هم يعني برو كاينيتكس ستيمولييت كولونيك بريستالسيس وانكريز دي باول موتيليتي زي السيروتونين اجونست، المقويات زي ما قلنا السيروتونين بيزود الموتيليتي بيزود السكريشن، زي التيجاثيرود والبروكالوبرايد. نكست. نيو دراجز بنسمي لهم كولونيك سكريتاجوجز زي لوبيبروستون ولينا كلوتايد وبليكاناتايد. هنا البيشنتس ويز سلو ترانزيت اللي عندهم هايبوموتيليتي بندي الحاجات اللي قلناها البالك والاوزموتيك والستيمولانت والبروكاينيتكس. لو ما نفعش التريتمنت ميديكال تريتمنت خلال شهرين ثلاثه، او لو حصل ميجا كولون اند ميجا ريكتم نتيجه ان ما فيش مصل تون خالص في الكون فبقى ريدندنت، بيتعمل كولوكتومي ويز اليو ريكتوستوم. نكست. ايه السيرجيكال تريتمنت اوف كونستيبيشن لو في زي الريكتوسيل والريكتال برولابس والريكتال انتسسبشن والهيمورويد والفيشر، بالاضافه طبعا لو في ماس او حاجه تكون اورجانيك. اذر مانجمنت بيستخدم في العيانين اللي عندهم ديسينيرجيا او بلفيك فلور ومسل ديسفانكشن، بيسموها البايو فيدباك تريننج، كانها عباره عن فيزيوثيرابي للماسلز البلفيك فلور ماسلز. نكست. دي بتتعمل ازاي؟ بيتحط زي سنسور في الريكتم وحاجه بتشوف الماسل تون، وبتطلع على كمبيوتر وبيخلي البيشنت يعمل الديفيكيشن، ما يعملش ستريمنج هنا لان حصل التون زادت، لا اعمل كده ريلاكسيشن كذا، يعني بالتجربه كده مع حد يكون تريند في الموضوع ده بيعمل كنوع من الفيزيوثيرابي، عشان كده ممكن يعمل الديفيكيشن بقدر المستطاع اريح. نكست. نفس الاجهزه اللي هي الحاجات اللي بتتحط. نكست.
في حاجات تريتمنت بقى اذر تريتمنت كونسيدريشنز مذكوره اللي هي سيكرال نيرف ستيميليشن فور ريفراكتوري كيسز اوف هايبوموتيليتي اند كيسز وذ انابيليتي اوف ايفاكيويشن، اللي هي احنا شفنا الميكانيزم اوف ديفيكيشن اللي بيحصل زي ما قلنا الصوره اللي احنا شفناها الريكتم وفي سنسوري نيرف طلع لغايه السبينال كورد السيكرال سيجمنت، وبعد السيكرال سيجمنت تبعت موتور امبلس عشان يحصل ايه ريلاكسيشن للانال سفنكتر. فده بيحطه زي جهاز بيشتغل ان هو يعمل استيميليشن للسبينال كورد، فتبتدي الريفلكس دي تبقى مور باورفول فممكن يحصل ديفيكيشن، ودي بيستخدموها دلوقتي برضو في عيانين بتوع المسالك والايه واليورينري بلادر. نيكست. ثانك يو. كده خلصنا الكونستيبيشن وهنبتدي في الدايريه. لما نيجي نتكلم عن الدايريه هنقول ايه الديفينيشن اوف دايريه، برضو زي ما قلنا الكونستيبيشن مش مجرد فريكوانسي، كذلك الدايريه مش مجرد فريكوانسي. ده اساسا في الدايريه الديفينيشن بتاعها انكريز ستول ويت اكتر من 200 جرام بير داي، وطبعا ده الكلام ده في اوروبا، لكن احنا عندنا في الشرق الاوسط وفي مصر وجود المحشي وما شابهه، فال200 دي ممكن توصل ل 300 او 350 كده. يعني ايه الكلام ده؟ هنعرفه ليه 200 جرام. طيب ده بس كده بعدد الجرامات؟ لا، يوجوالي ويز انكريز ستول ليكويديتي اند فريكوانسي، يبقى الستول ليكويد ويدخل موشنز كتيره في بيدي. Often accompanied by urgency, perianal discomfort and incontinence أحيانا. Next. عشان نفهم دي حكاية 200 جرام في اليوم، نعرف النورمال فيسيولوجي ده أو الحاجات اللي بتحصل. الواحد بياخد oral intake of fluids حوالي 2 لتر، وبيعمل في saliva secretion حوالي لتر في اليوم، gastric secretion حوالي 2 لتر، intestinal secretion عبارة عن pancreatic secretion وبايل secretion وsmall intestinal secretion حوالي 4 لتر. يعني في النهاية اللي بقى في السمول انتستين 2 و1 و2 و4 يعني حوالي 9 لتر. التسعة لتر اللي في السمول انتستين بيحصل absorption لتمانية لتر منهم، 8 لتر منه يفضل في الاخر لتر. اللتر ده بينزل في الكولون، الكولون بيوصل له لتر بيعمل ابزوربشن ل 800 سنتي، هيفضل في الاخر 200 سنتي، يبقى عندي فوليوم 200 سنتي اللي هو نان ابزوربت وبينزل. لو افترضنا ان السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الفلويد ده او الكونتنس دي تساوي السيستم جرافيتي بتاعت الووتر اللي هي 1، يبقى هنا الفوليوم بيساوي الويت، يعني زي ما عارفين زمان الكتلة على الحجم بيساوي الكثافة، يبقى الحجم في الكثافة بيساوي الكتلة، فلو الكثافة 1 يبقى الحجم يساوي الكتلة. عشان كده في الاخر يبقى ال 200 ملي دول نحولهم لويت يبقوا ايه 200 جرام اللي هي النورمال ويت اوف ستول او الويت اوف نورمال ستول بير داي. عرفنا جت ازاي اهو. نيكست. لما نيجي نتكلم على في السمول انتستين في حاجتين، في كريبس وفي فيلاي. الكريبس مسؤول عن السكريشن، بالذات سكريشن حاجات مثلا الكترات الصوديوم المكتسب وكذا. الابزوربشن ده عن طريق الفيلاي، كل النيوترينتس والحاجات اللي بتتاكل بيحصل ليها ابزوربشن عن طريق الفيلاي. الكولون بيحصل فيه ابزوربشن بات نوت سكريشن. حته مهمه تاني بقى، الاليال فلويد از ايزوتونيك تو بلازما، الاوزمولاريتي بتاعتهم تقريبا واحده تقريبا. في حاجه اسمها
الفيكال اوزموناليتي بتساوي او يعني عزل سنة وثير من البلازما اوزموناليتي. الكلام ده نعرفه ليه؟ بيهمنا في ايه؟ الاخيرة دي هي المهمة. في حاجة اسمها الاوزموتيك جاب. ايه الاوزموتيك جاب؟ اللي هي في البريسيوم دستول اوزموناليتي المفترض او يعني الشيء المقاس او المجر دستول اوزموناليتي بتبقى حوالي 290 ملي اوزمون. لما بطرح منها ناقص 2 في القوس دستول صوديوم ودستول بوتاسيوم، يعني لو عندي ما عملت مجر بين دستول صوديوم ودستول بوتاسيوم جمعتهم مع بعض وضربت في 2 وطرحتهم من 290 هيديني دي اسمها الاوزموتيك جاب، الفرق بمعنى صح الفرق ما بين الصوديوم والبوتاسيوم وباقي الحاجات اللي بتنزل في الكولون في الاستول بتعمل هايبر اوزموتيك زي الشجر والكلام ده والمغنيسيوم. فنورمال 290 ناقص 2 في دي تقريبا من 50 لـ100، الاوزموتيك جاب دي من 50 لـ100. لو بصينا على المعادلة كده، طيب الفرق ال 290 ناقص 2 ستول صوديوم اللي هو يطلع في الاخر 50 لـ100. لو الستول صوديوم وبوتاسيوم زادوا الاوزموتيك جاب هتبقى ايه؟ هتبقى ناحية الاقل، يبقى الاوزموتيك جاب هتقل، هتبقى ناحية الـ50. لو الاوزمونات بتاعته الاستول كونتنس والصوديوم والبوتاسيوم قالوا يبقى ده هتبقى اوزموتيك جاب عالية. ما ولا لسه تام عشان دي مهم. يبقى 290 ناقص لو الصوديوم والبوتاسيوم علو بطبيعي الفرق اللي بين ال 290 والصوديوم هيقل. افرض الصوديوم والبوتاسيوم طلعوا مثلا 270، يبقى 290 ناقص 270 يبقى ايه؟ هتبقى 20. احنا قلنا النورمال كام؟ من 50 لـ100. يبقى هنا الاوزموتيك جاب قلت، يبقى لما يزيد الصوديوم والبوتاسيوم الاوزموتيك جاب هتقل. نحفظ دي على قيده عشان نشوف اللي بعدها. نيكست. اهو ذا فيكال اوزموتيك جاب از بيست كالكوليتد اد 290 ناقص 2 الصوديوم الاوزموتيك دائريه. هنا بقى الاوزموتيك دائريه ار كاركترايزد باي اوزموتيك جاب اكتر من 125 زائد، يعني ما صح في حاجه اسمها اوزموتيك دائريه معرفها في الانواع دلوقتي، بيبقى الاوزموتيك جاب عاليه. وفي السكريتور دائريه النوع الثاني الاوزموتيك جاب بتبقى قليله. نيكست. الباثوفيزيولوجي اوف دايريا بيقسمونا اوزموتيك وسكريتوري ابنورمال انتستينال موتيليتي او اكسوديتيف دايريا او ميسيلينيوس كوزز اوف دايريا. نيكست. الاوزموتيك دايريا ودي مسؤول عنها طبعا الفيلاي، بيحصل ديكريز نتيجه ديكريز مشكله في الفيلاي بيحصل بناء عليها ديكريز ابزوربشن decrease absorption. فالماتيريا او الفود اللي نازل ما حصلوش absorption بيبقى هو هاي اوزمولاليتي، وبالتالي هو بيعمل بيبقى هو اللي مكون الاوزمولاليتي بتاعه الاستول اكتر والصوديوم والبوتاسيوم بيبقى اقل، فالاوزموتيك جاب هنا هتبقى ايه؟ هتبقى كبيره. زي ايه مثلا؟ ingestion of poorly absorbed solutes، حاجات ما بتمتصش زي المانيتول والمغنيسيوم سلفيت والانتاسيد اللي فيها مغنيسيوم هيدروكسيد. ومال دايجيشن، ما بيحصلش دايجيشن لبعض الحاجات زي الساكاريديز ديفيشن اللاكتوز، الناس اللي عندهم لاكتوز انتوليرانس اللي ما فيش اللاكتوز ما بيتكسرش بيبقى تو مونوكلوز المفروض بيبقى سنجل مونوساكرايد، هو هنا دايساكرايد فما بيمتصش ما بيهضمش، فيبتدي المولكيول كبير يسحب معاه ووتر ويعمل ايه؟ الدائريه. وده اسمه اوزموتيك لان الكونتينس هاي اوزمولاريتي. طيب ايه الفيتشرز بتاعت الاوزموتيك دائريه؟
اول حاجه ما دام هي نتيجه انجكشن اوف بور لابزورب السوليوس، طب لو انا ما عملتش الانجكشن دي هيحصل ايه؟ الامور ترجع طبيعيه. عشان كده دايره ستوبس وذ فاستنج. هتلاقي بعض الناس يقول لك انا بيجيني اسهال لما باكل حاجه معينه، ولو طب في الصيام لا وانا صايم مفيش اي مشكله، يبقى ده افكر في اوزموتيك دايريا، ويبقى معاها لارج اوزموتيك جاب زي ما قلنا، لان اللي بيكور الاوزمولاريتي السوليوتس اللي موجوده دي، ويبقى صوديوم بوتاسيوم اقل. نكست. النوع الثاني السكريتور دايريا، وطبعا كلمه سكريشن يبقى المسؤول عنها الكريبس، لان هي مسؤوله عن سكريشن. وهنا الكريبس بيحصل انكريز سكريشن اوف انتستينال فلويد بما فيهم الصوديوم والبوتاسيوم. فلما يحصل انكريز سكريشن للصوديوم والبوتاسيوم، هيبقى الصوديوم والبوتاسيوم عاليين، يبقى الاوزموتيك جاب هيحصل فيها ايه؟ هتقل. ايه الاسباب؟ الانتيرو توكسينز زي الكوليرا والانتيرو توكسيجينيك ايكولاي. الايكولاي ليها كذا سترين، منها سترين الانتيرو توكسيجينيك بيطلع توكسينز، وفي سترين تاني بيبقى انفيزيف. فهنا الانتيرو توكسيجينيك ايكولاي، البنكرياتيك كوليرا، الكارسينويد ثايرويد دالاري كارسينوما عشان الكالسيتونوم، الزولينجر إليسون سيندروم ده بيعمل انكريز سكريشن للاتش سي ال فيؤدي الى هايبر اسيديتي، والهايبر اسيديتي دي بتعمل دامج للسمول انتستين انتستينال فيلاي، فتعمل ديكريز ابزوربشن. الاوفر يوز اوف لاكسيتيفز او ممكن يكون ايديوباثيك. نكست. الفيتشر طبعا لو اورجانيزم وعمل حصل انفكشن بأورجانيزم وعمل انكريز انتستينال سكريشن او زي مثلا الكوليرا او ما شابه، هنا ملوش علاقه بفود، يعني خلاص حتى لو كان جاي عن طريق فود، الفود خلاص خلص، فالاورجانيزم مازال موجود. يعني لو البيشنت ما كلش بعد كده برضه هيبتدي يحصل الدايرية، لان ده افكت اوف اورجانيزم مش افكت اوف فود سبستانس معينه. عشان كده الدايرية بيرزست ويز فاستنج، وبيحصل ديكريزد اوزموتيك جاب، لانه بيحصل هايبر سكريشن زي ما قلنا للصوديوم والبوتاسيوم في الاسطول، فبتقل الاوزموتيك جاب. هنا الاسطول لارج ان فوليوم اند ووتر، بيبقى اكتر من 1 لتر بير داي. ليه لارج ان فوليوم؟ لانه غالبا نتيجه ما دام كريبتس يبقى سمول انتستين، وزي ما قلنا في الفسيولوجي ان السمول انتستين بيدخلها في 9 لتر، فلما يحصل سكريشن وما فيش بالذات لو ما حصلش معاه ابزوربشن كويس، فال 9 لتر ده فوليوم كبير، فلو واحد فقطهم في اليوم يبقى هنا اعرف على طول ان ده سمول انتستينال. لكن انا عندي لو المشكله، وانا بقول ليه اكتر من 1 لتر؟ لان احنا قلنا السمول انتستين في الاخر ال 9 لتر بيحصل نورمال ابزوربشن ل 8 لتر، وفي لتر بينزل الكولون. فلو في مشكله كولونيك وعمل الدائريه، الانسان حتى لو فقد اللتر كله فيبقى الفوليوم بيسموه نون فوليومينس، هيبقى مش هيزيد عن اللتر اللي هو نزل للكولون. نمرة 4 انتكت انتستينال ميكوزا، يعني مفيش دامج الانتستين، هي بر زي ما بتقول اريتيشن، والاريتيشن دي عن طريق الاورجانيزم ده بيعمل اريتيشن للوول وبيعمل اوفر سكريشن. زي ايه مثلا؟ يعني ما يحصلش دامج وإريتيشن اوفر سكريشن، بنشبهها مثلا زي البصله، لو حطيت بصله قدام عينيك كده هتلاقي عينيك بتنزل دموع جامد، لكن ما حصلش دامج للاي نفسها، لا الكورنيا ولا اي سكريشن ولا اي حاجه، يبقى هنا حصل من البصله دي إريتيشن اللي هي الاورجانيزم ده
فالعين حصل ريسبونس بايه؟ بهايبر سكريشن. وصلت؟ طيب نكست. النوع الثالث الابنورمال انتستينال موتيليتي، يا اما نتيجه انكريز الموتيليتي زي السيروتوكسيكوزيس بيسموها انتستينال هاري، لان ايه الاكل بيعدي ما حصلوش ابزوربشن موتيليتي زياده، فالكونتاكت تايم ما بين الوول بتاع الفيلاي والفود قل، لان ماشي كانها هايبر بريستالسيس بتفرغ بسرعه ما بيلحقش يحصل له ابزوربشن، او احيانا مع ديكريز ديموتيليتي زي ايه الديابيتس، احنا الديابيتس بيعمل كونستيبيشن، لكن احيانا مع الديابيتس لما بيحصل هايبوموتيليتي بيحصل على الكونتينس دي بكتيريا الاوفر جروس فتعمل دايريا. نمرة ثلاثة ديكريز دي كونتاكت تايم اللي احنا بنتكلم عليه بوست جاستريكتوم، يعني عمل بوست جاستريكتوم او انتستينال ريسكشن، يعني مثلا مع حادثه عربيه او اي حاجه او جنجرين او حاجه بيروحوا شايلين جزء من مثلا شالوا 2 متر من السمول انتستين، فكده قلل الابزوربتيف سيرفيس بتاع السمول انتستين. وزي البريماتور كولونيك امتنج في الاي بي اس ابنورمال تريتن ان سفنكتر ديس فانكشن زي الانكونتيننس، وده بيسموها فولس دايريا، بيحصل كل ما بيتجمع شويه في الريكتم، مفيش الانهبيتور امبلس اللي جايه من البرين على الاكسترنال سفنكتر انه يفضل قافل، فيفضل مفتوح باتيولس، في اي شويه بتحوشه بينزل العيان، يقول لك ده في فريكونسي كل شويه بينزل ستور فيفتكروا ان ده فريكونسي، لا ده فولس دايريا، وده نتيجة الانكونتيننس، ودي بتحصل مع بعض طبعا النيورولوجيكال ديزيز. لو حصل فيه كان امباكشن بسبب هارد ستول او حتى مالجنسي بيحصل في اوفر سكريشن فوق، لان في كأنه اوبستراكشن، فتلاقي اللي يحصل بعد كده لما العيان يدخل الحمام بتنزل ينزل ستول هارد ستول قطع هارد ستول ووراها فلويد ستول، عشان كده في بعض الناس يشبهوها يقول لك تقول له عندك امساك او اسهال، يقول لك عندي الاثنين، بدخل بفضل في الاول ما فيش وراد، اول ما اعدي اول سيجمنت ينزل اسهال وراه على طول. الابنورمال تست ممكن تكون اوزموتيك، الكاركتر بتاعتها هي اوزموتيك سكريتوري اور بيكسل. نكست. اكسوديتيف دايريا، هنا بقى الكوزز ميوكوزال ديستراكشن غير السكريتوري ميوكوزال اريتيشن، دي ميوكوزال ديستراكشن زي حالات الايديوباثيك، حاله الايديوباثيك زي الانفلاماتوري باول ديزيز الالسيف كولابس او الكرونز ديزيز، ممكن انفكشن، بس هنا الاورجانيزم مش اريتانت مش توكسيجينيك اريتانت، لا انفيزيف للوول زي الشيجيلا والسالمونيلا تي في الاميبيوزيس كامبيلوباكتر الانفيزيف ايكولاي، ذكرنا الانفيزيف ايكولاي انما الاولانيه كانت انتيريو توكسيجينيك ايكولاي. العين بيحصل لهم دامج الوول نتيجه اسكيميا زي الاسكيموكولايتس، او في الكولاجين ديزيز بيحصل فاسكولايتس ودامج الوول، او بالراديوثيرابي حصل ريدوسيرب على الابدون فعمل الدمج للكون او للانتستين. الفيتشر لو هي الديزيز ده سمول ألسريشن، سمول ألسريشن بيطلع باس وبلاد مولكول كبير يسحب ووتر يديني اوزموتك دايرية، لو لارج اريا اوف ألسريشن فكده بزبط السيرفس قل، فيبتدي يحصل ديكريز intestinal absorption وعند increased secretion فيدي secretory diarrhea او mixed osmotic and secretory diarrhea. next. miscellaneous causes of diarrhea زي drugs، معظم طبعا الانتيبيوتكس بتعمل او حاجات بعض الانتيبيوتكس بتعمل diarrhea، وبالذات لو انت الناس بتاخد انتي بيوتيك لفترات طويله بدوز عاليه وفترات طويله بتدي حاجه اسمها سودو ممبرانس كوليتس نتيجه الكلوستريديم ديفيسيل
انفكشن. المال ابزوربشن سندروم والاندوكرينيكوز زي الاديسون ديزيز من الكريتيريا بتاعته. نيكست. الدايجنوز اوف دايريا الهيستوري بنشوف الدوريشن اذا كانت اقل من اسبوعين بنسميها اكيوت، اكتر من اربع اسابيع بنسميها كرونيك، ما بين اثنين واربع اسابيع بنسموها سب اكيوت. نسال عن الدراج هيستوري اوف دراج انتيك زي الدراج اللي احنا قلناها. الفوليوم لو لارج فوليوم اكتر من واحد لتر بنفكر في سمول انتستينال كوز، لو سمول فوليوم بنفكر في كورونيك كوز. لو لقينا بلاد ستول يبقى نفكر في انفلاميشن او مالجنانسي او فاسكولار كوزز او انفكشن بالذات انفيزيف اورجانيزم. لو نان بلادي وفي ميوكس يبقى الاريتابل باول سندروم لان اي بي اس ما ينفعش يكون معاه بلاد. لو في فيزيبل اويل او فات بيدي يبقى نفكر في استياتوريا او مال ابزوربشن سندروم. نكست. كلينيكال اكزامينيشن عشان لو في زي ديزيز زي مثلا انفلاتابل ديزيز او تيبركلوز بقى عارفين في الكلينيكال اكزامينيشن سبب الدايريه. دايجنوستيك تيست ستول اكزامينيشن لو لقينا بلاد وباس باس اللي هو الوايت بلاد كورباسز في المعمل هيطلعها لك، يبقى انفلاميشن زي الانفلاتابل ديزيز او انفيزيف اورجانيزم زي الشيجيلا. لو بلاد اونلي يبقى نفكر في نيوبلازم او اسكيميا. نو بلاد اند نو باس افكر في الريتابل باول سندروم او واحد بياخد لاكساتيف او فيرال انترايتس او جاردييزيز ونان فيزيف اورجانيزم. لو فات يبقى مال ابزوربشن سندروم. في نور في سليم يبقى لاكساتيفز. بريزنس اوف اورجانيزم لو لقينا اورجانيزم موجوده زي بكتيريا او فيروسز او بارازيت ندور عليهم. ممكن نعمل سيرجيكال تيست لبعض الديزيز زي لو شاكين في اميبيزيز او بالهرزيزيز. نيكست. كولونوسكوبي بيبقى دايجنوستيك لبعض الديزيز زي الانفلاماتوري باول ديزيز والمالجنسي. ممكن اخد لو مالجنس اخد بايوبسي برضو. بيريام ستادي لو حالات مال ابزوربشن سندروم هتعرف البيريام شكله ايه في مع محاضره المال ابزوربشن. ولو انفلاماتوري باول ديزيز والتي بي والنيوبلازم طبعا من ضمن الحاجات المهمه التي بي والكرونز ديزيز واللينفوما بيأفكت التيرمينال إيليام. دي من الحاجات المهمه تعرفوها. اذرز زي الستور كالتشر اند سنسيتيفيتي والفيكال فات. تريتمنت اوف دايريا تريتمنت اوف ذا كوز فلويد ثيرابي لو هو مايلد دايريا ومعهاش فوميتنج ممكن ادي اورال ريهايدريشن لو معهوش فوميتنج. وهنا الاورال ريهايدريشن بدي صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد وبايكارب ولازم ادي معاه جلوكوز اللي هو محلول الجفاف. لازم يكون معاه جلوكوز لان الصوديوم ما بيحصلوش ابزوربشن الا في وجود مولكيول اوف جلوكوز. عشان كده في الاطفال ساعات بيدوا له محلول الجفاف ويدوا له معاه 7 اب او اي حاجه من هذا القبيل. لو في اسوشيتد فوميتنج بعمل اي في انفيوجن اكوردنج لل ممكن سنترال فينوس بريشرال. ادي دراجز ابزوربانس زي الكاوبكتيت يعني بتخلي الستول بلكي شويه ما تخليش وتري. ادي انتي سكريتوري زي البيزمال سبساليسيليت ودول بيشتغلوا انتي بروستاجلاندين. نيكست. اوبيت ديريفاتيف زي الاموديوم او اللوموتيل دول بيديكريز الموتر اكتيفيتي. اللوموتيل بيبقى معاه اتروبين عشان لو في كوليك بالمره يبقى يعالج الدايريه والكوليك. بس هنا مهم لو لقيت البيشنت اللي عنده ايه ده عنده فيفر او عليه علامات التوكسين ما ادهمش لان دول بيقللوا الموتيليتي. فهو في وجود الدايريه الاورجانيزم نفسه بتعمل وش للستول والاورجانيزم. فانت قللت الموتيليتي هنا يبقى انت بتعمل ترابنج للاورجانيزم في الانتستين فالحاله ممكن تسوء اكتر. بدي انتي كولينيرجكس في الاريتابل باول سندروم بتقلل الموتيليتي شويه. ادي انتي مايكروبيال
بناء على ستول كالشر سنسيتيفيتي اذا كنت شكك في بكتيريال. وطبعا الكالشر سنسيتيفيتي بتاخد لها مثلا 3 ايام، فممكن ادي امبيريك انتي مايكروبيالز او انتي بايوتكس لغايه ما النتيجه تظهر. والاشهر حاجات بتبقى افكتيف السيبروفلوكساسين والترايميسوبرين سلفابيسوكسازون زي السودريم والبكتيرين. في النيتازوكسامايد، ده النيتازوكسامايد ده بيشتغل انتي هلمنتك او انتي بارازيتك وبيعمل كونستيبيشن. الريفاكسينين ده بيشتغل بيحسن البكتيريا الفلورا اللي موجوده في بينيفيشال وفي هارموفل. فلما البينيفيشال تقل او الهارموفل تزيد يبتدي يحصل الدائريه. فاما هنا الريفاكسينين ده بيحسن البينيفيشال فلورا فبتتغلب على الهارموفل، فعشان كده ممكن يحصل تستوب الدائريه. وده بيستخدم اكتر في عيانين الليفر سيلفينيا. ممكن ادي انتي بارازيتك لو انا شاكك في حاجه بارازايتس موجوده او لو لقيت في الستول اناليسيز بارازايت معين. نيكست. الكوز اوف انفكتيف دايريا، مثال بكتيريال ادي كامبيلوباكتر جيجيناي سالمونيلا شيجيلا ايكولاي تي بي كولوستريديم فيرال روتا فيروس دي بالذات في الاطفال، فانجل هيستوبلازموزيس بارازيتك اميبيك جاردييزيس وشيستوسومايسيس. نيكست. كوز اوف نون انفكتيف دايريا اي بي دي راديشن بيهسد دايفيرتيكولايتس سكين كولايتس جي اي تي لينفوما كانسر كولون مال ابزوربشن. الليست اللي موجوده الجات ريسكشن دي ليست موجوده عندك تبقى تعرفها عشان ده كوز اوف نون انفكتيف دايريا. نيكست. لما يجي لك يسالك اندوكراينال كوز اوف دايريا الزولينجر اريسون سندروم احنا شفناه، الفي اي بي اوما، السوماتوستاتينوما، الجلوكاربونوما، الكارسينويد سيندروم، السيروتوكسيكوزيس، الميدالري سيرويد كارسينوما، الدايابيتيك اوتونوميك نيوروباثي، بالاضافه احنا قلنا ذكرنا الاديسون ديزيز. ثانك يو. كده خلصت المحاضره ولعل انكم تكونوا استفدتوا ان شاء الله وفهمنا اكتر ما حفظنا. كان ممكن نختصر المحاضرات الكونسبشن الداريه في جزء بسيط بس كنت هتضطر انك انت تحفظه وتبقى عارفه بس حافظه، لكن احنا بنحاول نشرح عشان لما تفهم تقدر تبقى ريتيند في ذهنك، وفي نفس الوقت لما تتخرج تبقى انت عارف الحاجات دي، ان مش مجرد الكونستيبيشن ده انك انت بتدي لاكساتيف وخلاص، ومش مجرد الدائريه بتدي انتيبيوتيك وخلاص. لو في حد عايز يسال سؤال. شكرا يا دكتور، انا بس كان عندي سؤال في اخر سلايد في الاندوكراين كوزز دائريه. هي بتمانيفست بس از اكيوت كرونيك دائريه ولا ممكن كمان تمانيفست باكيوت؟ نعم. لا احنا بنقول يعني الانفكشن غالبا بتبقى اكيوت، او الاكيوت دايريه بمعنى اصح بتبقى موستلي انفكشن، موستلي 90% منها انفكشن ده الاكيوت. الكرونيك منها الاندوكراينال كوز، كل ما السبب موجود الاندوكراينال كوز دي من ضمن الكرونيك دايريه. انا المحاضره النهارده على الكرونيك دايريه وليست الاكيوت دايريه. الاكيوت دايريه هيشرحوه لكم بتوع الانفكشن ديزيز وبتوع التروبيكال. ايوه انا فاهم. أيوة. بس سؤالي ان هل بس الاندوكراين كوزز دي بتمانيفست كرونيك دايريا ولا ممكن يبقى معاها كمان اكيوت؟ لا ما احنا بنقول تفرق ما بين الاكيوت والكرونيك في الديوريشن. طيب لو عندك انت عندك مثلا تيومر في اي بي اوما او الاديسون او ما شابهه، ده ديزيز خلاص ستل، فتلاقي الدايريه معديه الاسبوعين بعد اربع اسابيع او اكثر او شهور كمان. طيب شكرا دكتور. انا عندي سؤال. الو. ايوه ايوه حضرتك سامعني؟ بس صوت بيقطع قولي كده. هو يعني ايه فيكال انفكشن؟
فيكال امباكشن. يعني ايه فيكال امباكشن؟ امباكت عارفه امباكشن يعني ايه؟ محشور. يعني ستول هارد ستول ها وجي في حته في الكون. أيوة. واتحشر ما بتمشيش وهارد كانها طوبه موجوده. ماشي وضحت ولا أيوة لسه؟ ايوه فهمت شكرا. ده حد ويبتدي يحصل فوقها سكريشن عشان ايه؟ حاجه قافله فسكريشن من الوول نفسه عشان يعديها. وبعد كده لو عدت في الاخر هي بتعدي هارد وراها السكريشنز كلها اللي كانت موجوده، فهي عدت هارد كونستيبيشن والسكريشنز وراها ادت منظر الدائري. شكرا جدا لحضرتك. دكتور لو سمحت اتفضل. يعني ايه هيرش سبرانج ديزيز؟ يعني الديزيز ده بيكون ايه؟ عشان بس انا مش فاكر انه عدى عليا في الاطفال. بص الهيرش سبرونج يشبه زي ما نقول عارف احنا شرحنا الاكاليزيا. قلنا في حصل ديجنريشن في المينتريك ليكسس اللي عند اللور اسفجيال سفنكتر فادى الى عدم ريلاكسيشن. نفس المنظر بيحصل في الكولون في الريكتم او في السجمود برضه بيبقى في سيجمنت بيحصل فيها دامج فبتبقى كون ايه تعمل نارونج وستريكشن. ودي بتبان المفروض الكلام ده في الاطفال هم يقولوا لكم افضل او كانوا قالوه لكم انك انت الهيرش سبرونج ده حاجه كونجينيتال بيتولد بيها فلما بيحصل في سيجمنت بتبقى نارونج زيها زي الاكاليزا هيحصل ايه؟ ان الستون مش هيعدي فتلاقي الطفل من صغره عنده كونستيبيشن سينس بيرث من اول ما بيتولد ويبتدي بالذات الحاجات لما يبتدي ياكل اكلات فيها فود بعد كام شهر بعد 6 شهور تقريبا يبتدي يظهر الستول اللي بالمنظر اللي احنا بنتكلم عليه. تمام يا دكتور. طب حاجه تاني طب حضرتك قلت ان احنا في عيان الاريتابل باول سندروم ما بيكونش فيه بلاد في الستول انما بتاع الانفلاماتري بيكون فيه باص وبلاد تمام؟ ايوه انا حقيقي مش فاهم يعني او مش عارف ايه اصلا الكلينيكال بيكتشر بتاعت العيان ده والعيان ده يعني الفرق ما بينهم بس بيكون في الستول ان ده بلادي وده نون بلادي ولا في حاجه تانية؟ لا عشان انا بتلخبط ما بين لا بص انا مش واخد مش بشرح موضوع الاريتابل باول سندروم. انا بتكلم على الستول اكزامينيشن اللي الاثنين معلش يعني العيان ممكن يكون عنده الريتابل باول سندروم وكونستيبيشن تمام. ايه الفرق بين الانفلاماتوري باول ديزيز والريتابل باول سندروم؟ ده اسمه انفلاماتوري يعني في انفلاميشن. اي انفلاميشن فممكن يحصل دامج للكولون او للانتستين او للميوكوزا فيبتدي الدامج ده يحصل في ايه؟ يحصل بلاد تمام. والبلاد وبرضه انفكتو يحصل معاه بس تمام. ده ما دام كلمه انفلاميشن ده اي حاجه بتحصل انفلاميشن في اي حته في البودي في جسم. الريتابل باول سندروم اللي هو اللي سموه القولون العصبي ده تصنيفه ايه؟ موتيليتي ديس اوردر او فانكشنال ديس اوردر. يعني المشكله في الموتيليتي مفيش دامج خالص للوول او للميوكوزا فمش هينزل لا باس ولا بلاد صح؟ حركه مشكله حركه فعشان كده الفرق ما بين ده وما بين ده او بمعنى اصح لو انت طبعا الاثنين ممكن يشتركوا في نفس السيمتومز ابدومينال بين ودايريا او ابدومينال بين وكونستيبيشن معاها بالذات طبعا الدايريا اكتر. طب هل هو اي بي اس ولا اي بي دي؟ لو ستول اناليسز وطلع فيه بلاد او العيان نفسه بيشوف بلاد او باس من الستول ما ينفعش يكون موتيليتي ده دامج للوول دامج للميوكوزا يبقى ما ينفعش يكون موتيليتي. تمام مرحبا حضرتك جدا يا دكتور. تمام ده. تمام جدا طيب في حد عنده سؤال تاني يا جماعه؟ حد عنده اي اسئله؟
انا بس عايزه اقول لحضرتك يا دكتور ابراهيم، كنت وانا في انجلترا كان التذكره بتاعه العيانين طبعين فيها البريست والستول شارت ده، والنيرس اللي ماسكه العيان كل يوم في المرور بتعلم شكل الستول بتاع العيان ايه النهارده. طبعا طبعا، ما ده ده ماشيين عليه بره كله. يعني ده بعد ده عملوه يا شيماء بعد عناء يعني عشان يقولوا شكل المسؤول والكلام ده. انا بقى بقرب لهم الصوره، عامل لهم السلايد النهارده بلون المحاضره يعني. ماشي. في اي سؤال؟ اي سؤال ابراهيم بسالهم؟ حد عايز يسال اي حاجه في المحاضره؟ يعني كانت very informative يا دكتور ابراهيم صراحة، كالعادة يعني محاضرة very informative يعني وكويسة جدا ما شاء الله. لعل بس يكون بسطناها ليهم ويكونوا هم فهموها. اكيد اكيد ان شاء الله. دكتور معلش ممكن اسال سؤال اخير بس؟ ماشي. طيب احنا كده في يعني كده الكرونيك دايريا، انا البارت اللي هو بتاع الاوزموتيك والسكريتري والمال ابسوربتيف والكلام ده، ده احط يعني ده يتحط تحت المال انفلاماتري ولا المال انفلاماتري والانفلاماتري تقسيمه مختلفه؟ لا ما احنا بنتكلم دلوقتي يعني انا لما نشرحها باوزموتيك وسكريتري، خلي بالك ان في حاجات بتبقى ميكسد. يعني الاوزموتيك ما بتبقاش انفلاماتوري. ليه؟ لان ده تايب اوف فود بيبقى هاي اوزموتي بيسحب معاه ووتر، مفيش دامج للانتستان الول ولا اي حاجه، واخده بالك؟ وفي نفس الوقت ما بينزلش معاه لا باس ولا بلاد ولا اي حاجه، عباره عن حاجه هاي اوزمولاريتي بتسحب ووتر فبتعمل دايريه. مجرد ما اعمل فاستنج او امتنع عن اكل الحاجه دي، ودي زي ما نشوفها في ايه لما نيجي مثلا عيان هيدخل اوبريشن كرونيك اوبريشن او هنعمل له منظار قولون، بنديله المانيتول والحاجات دي قبل المنظار. ليه؟ دو اوزموتيك دايريه عشان يسحبوا الستول بكل بالووتر عشان ينظف الكولون، وندخل بمنظار الكولون سليم ما فيهوش اي حاجه، فده ما فيهوش اي انفلاميشن، ده الاوزموتيك. السكريتوري لا، في انفكشن، ما بنقول في انتيريو توكسيجينيك اورجانيزم، في اورجانيزم بيدخل بيعمل اريتيشن جامد للسمول انتستن فبيعمل سكريشن، بس ما بيعملش ديستراكشن للوول. الاكسوديتيف اورجانيزم بس بيبقى انفيزيف للوول فبيعمل انفلاميشن والسريشن. ها وصلت ولا لسه؟ يعني كده التقسيمه بتاعت النون انفلاماتري والانفلاماتري دي تعتبر حاجه ثانيه، ديفيجن مختلفه الاثنين مش نفس الحاجه. ايه تقريبا انت عارفها في النون انفلاماتري والانفلاماتري؟ مش حضرتك كنت تتكلم على الكوزس اللي هي ممكن تعمل انفلاماتري زي الانفكتشس والنون انفكتشس والكلام ده؟ فانا كنت بسال كده، النون انفلاماتري هيبقى تحتيها اللي هم التقسيمه بتاعت السكريتوري؟ بيعملوا ايه؟ اكسوديتيف دايريا، مش قصدك في كده؟ ايوه دكتور. يعني نون انفكتشس زي ايه مثلا؟ زي ما قلنا الالسرتيف كولايتس والكرونز ديزيز. انفلاميشن، والانفلاميشن ده نتيجه ايه؟ حاجه اميون ميديتد. اميون ميديتد حصل ديستراكشن للوول، مفيش اورجانيزم، مفيش بكتيريا، مفيش فيروس. فده نسميه انفلاماتوري بات نوت انفكشوس. الانفكشوس اورجانيزم عمل نفس زي مثلا انا هحددها لك اكتر. الالسرتيف كولايتس والشيجيلا الاثنين ممكن يدوا نفس الشكل بدايريه، وبيدوا بلاد وباس في الستول وفي الكولونسكو بتلاقي السرز موجوده في الكولون في ده وفي ده، ولكن الشيجيلا بتبقى غالبا
اكيوت لان ده اورجانيزم وبيروح معايا بيدي نفس البيكشر. لكن انفلاماتوري باول ديزيز بيبقى ديستراكشن للوول والميكوزا والالسريشن بس مفيش اورجانيزم بيبقى نتيجه اميون ميديت اميون ريسبونس او اوتو اميون ريسبونس. فبيحصل الاميون كومبلكس او بيحصل ديستراكشن للوول بتاع الكولون بناء على الاميون ريسبونس وليس فيه اورجانيزم خالص. وعشان كده بيفضل على طول طول الحياه عند انفلاماتوري باول ديزيز. انما العيان عنده شجله انفكشن والشجله بتبقى انفيزيف اورجانيزم بتعمل برضه ديستراكشن للميكوزا بتاعت البول وتبدا ألسريشن تشبه بالظبط زي الالسيتيف كوليتس. ولكن بعد ما ياخد انتيبيوتيك بيحصل هيلينج وبتبقى نورمال خالص تمام بعد كده. انما التاني بيفضل موجود على كي. تمام يا دكتور شكرا. فهمت؟ لو ما فهمتهاش قول يعني فاهمها لك تاني بأي طريقة تاني. لا انا فاهمة البورت ده. هو انا اللي كان ملخبطني شوية بورت ان هو يعني احنا قلنا ان الانفلاماتري فيها انفكتشس ونون انفكتشس. فلو انا فانا كنت بسأل يعني اللي كان ملخبطني شوية ان البورت بتاع نون انفلاماتري بقى ده انا احط تحته كل الكوزز بتاعت الاسموتك والسكريتري والمال ابسوربتف وكده الباقيين. لا 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 طبعا اوزموتك مش انفلاماتري ولا انفكشوس. الاوزموتك لا هي انفلاماتري ولا هي انفكشوس. ده كاتيجوري. ايوه ما بقول ان دول تحت النون انفلاماتري يعني. نون انفلاماتري دايريا؟ اه. طيب انت عايز تبقى تقسيم بس في حاجه اسمها ما هو في موتيليتي. هتحطيها تحت النون انفلاماتري وبعدين احنا بنقول انفلاماتري غالبا ها الانفلاماتوري اذا كان هنقسمها برضه هتقسمها لحاجتين انفلاماتوري انفكشوس ونون انفكشوس صح؟ ايوه كده بالظبط. يبقى هتعتمد تقسيمها انفلاماتوري ونون انفلاماتوري والانفلاماتوري انفكشوس ونون انفكشوس قسمها زي ما انت عايز. بس المهم في الاخر الكاركتر بتاعتها ايه؟ ايوه تمام. شكرا جدا لحضرتك. لا العفو اتفضل. الو شيماء. ايوه يا دكتور انا مع حضرتك. خلاص كده كده يا جماعة. حد عنده أي سؤال تاني ولا نجيب بقى؟ نجيب نجيب بقى. كان بسألهم يعني حتى أي سؤال تاني بيتهيألي. لا يا دكتور. طيب خلاص كده. شكرا يا دكتور إبراهيم يعني محاضرة بجد بينفورمتيف وشاكرين لوقت حضرتك. وزي ما قلت لو في حد عنده اي سؤال في اي محاضره على الاي كي بي في الديسكشن بس يكتب السؤال ويكتب تحتها اسم المحاضره او اسم المحاضره وانا اوصل له السؤال ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا دكتور. شكرا شكرا جزيلا. يا رب تكونوا استفدتوا يا رب ان شاء الله. اكيد ان شاء الله.